ما شاء الله، هذا جنب جبل الرقبة على البحر تماما، بلدية الساحل. ما شاء الله عاملين هذا الحديقة الرائعة على البحر مباشرة. يا سلام، وصلنا جبل الرقبة ومنطقة خطرة وغير صالحة للسباحة، كاتبين عليها لوحات رهيبة. هذه المنطقة وصلناها، والجبل داخل في البحر ما شاء الله، وكذا يقول 50 متر كذا، وارتفاعه 150 إلى 200 متر. مرجان وما مرجان متجمع في الجبل هذا بشكل، يعني منطقة كاملة بيضاء كلها مرجان، كلها مرجان.